اليوم نتنياهو لكي ندرس إذا صح التعبير موقفه يعني من هذه الخطوة وتعديل القانون أو قانون التعديلات القضائية، هو ذهب بهذا الأمر إلى أقصى حد، إلى حد أنه يعادي سلوكيا إدارة بايدن، هذا الجفاء، هذه القطيعة ما بين إدارة بايدن المرجحة لسنة ونصف إذا صح التعبير بانتظار الانتخابات الأمريكية المقبلة، ما سيتمظهر منها أو بقاء الديمقراطيين أو النجاح الجمهوريين فيها. هذه القطيعة أو هذا التباين العميق في وجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية إزاء الكثير من الملفات، وهذا ملف هو أحد هذه الملفات، يتلطى نتنياهو بإيران وتهديدات إيران، بحلف المقاومة ومحور المقاومة ووحدة الساحات، بالعديد من التحديات أو المخاطر على مصير هذا الكيان، وأن الولايات المتحدة دخلت وجها آخر في الشرق الأوسط، إسرائيل لا تستطيع مجاراتها بها، هذا على المستوى الأمني وعلى مستوى تهديد المصير. على المستوى الاقتصادي ذهب نتنياهو برسائل مباشرة باتجاه الشرق، باتجاه الصين، وهو ما تلقاه أيضا، تلقفه بايدن كإحدى الرسائل من نتنياهو. على مستوى الحضور في القضية الفلسطينية تباينت الآراء كثيرا فيما خص الاستيطان، الضفة الغربية، المنطقة جيم وغيرها، على المستوى الاعتداءات الاستيطانية، لأنه هذا الموضوع يعني تجاوز حد الاستيطان الذي كنا نتحدث عنه في السنوات الماضية انطلاقا من تجليات اتفاق أوسلو. لماذا ذهب نتنياهو إلى هذا الرفع في مستوى وسقف المواجهة تحديدا مع البيئة الداخلية ومع أمريكا كراعية لهذا الكيان المؤقت بدوره الوظيفي؟ نعم، هذا توصيف دقيق وصحيح يعني، وأنا أعتقد أن إسرائيل موجودة في أزمة تتعمق في كل اتجاه، يعني ليس لديها فرص كثيرة للخروج من الأزمة هذه، وأنا أعتقد أن المزيد من التناقضات ستنفجر في وجه هذه حكومة الانتقال الفاشل. أنا أعتقد أن نتنياهو أصبح أسيرا للقوى الفاشية التي كان العراب لدخولها إلى الكنيسة. لنذكر فقط قبل 3 سنوات حزب بن غفير وحزب سموتريتش كلاهما لم يكن قادرا على عبور نسبة الحسم والدخول إلى الكنيسة. من كان العراب الذي وحد هذين الحزبين في حزب واحد ووفر لهم الأصوات للدخول إلى الكنيسة؟ كان هو يعتقد أنه هو الذي يتحكم بالقوى الفاشية التي يدخلها إلى الحكومة أو إلى الكنيسة ويتحكم بها ويستعملها. تبين العكس، وهذه طبيعة القوى الفاشية عندما تشعر وعندما تفتح شهيتها وتشعر أنها وصلت إلى النقطة التي تستطيع أن تهدد حتى الذي ولدها مثل نتنياهو وتضعه في أيديها في هذا المعنى. أنا أعتقد أن نتنياهو صار أسيرا لهذه الحكومة الفاشية التي أراد أن يستعملها، فما لبثت أن استعملته هو وخلقت أمامه التناقضات وباتت تهدده يوميا. يعني اليوم في خلال التصويت كان هناك محاولة من وزير الدفاع جالانت في أن يطرح شيء من الحل الوسط أو يعطي شيء للمعارضة حتى يعني لا تنتهي بهذا الكسر الذي كان، ولكن وجلس إلى جانبي نتنياهو يلي ليفين وزير القضاء، ومن الجهة الأخرى وزير الدفاع، لكن بطبيعة الحال فشل في طرحه لأنه نتنياهو كان صلفا معه في صده والقول بأنك تتخطى صلاحياتك كوزير في هذه الحكومة إلى مستوى صلاحية رئيس حكومة، وبالتالي لا تملي علينا آراءك في هذه اللحظة تحديدا. هذا حديثهما في الأمس لجالان. صحيح، نعم هذا صحيح. فلذلك هو حسم أمره أين يقف الآن، وفي الوقت نفسه كان هناك تهديد من بن غفير أننا سننسحب من الائتلاف ومن ليفين أيضا إذا جرى أي محاولة لحل أي تقدم في حل وسط. ولذلك أنا أعتقد يعني نحن أمام مشهد واضح المعالم، لم يعد بمقدور نتنياهو أن يقدم السياسة التي يعني يعتقد أنها سياسته أنها مختلفة عن سياسة الفاشيين في الحكومة، ولذلك هو الآن يصطدم
مع قوى في داخل المجتمع الإسرائيلي، وربما قوى صوتت في الماضي لحزب الليكود، وربما قوى تجلس الآن في الائتلاف الحاكم، وهو يصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يصطدم مع القيادات الأمنية الحالية والتاريخية، ولكنه يشعر أنه موجود في أيدي الفاشيين، وليس أمامه إلا أن يواصل السير معهم في القضاء على أي ملامح ديمقراطية حقيقية والانتقال الفاشي الكامل للحكم في إسرائيل.